بنات كنتمنى تكونوا بخير. كنت سولتكم واش نبارطاجي معكم التريتمون اللي كنستعمل وجهي على قبل التبييض ديال الوجه، بزاف قالوا لي اه. دونك هادو هما لي دو برودوي البنات كيف ما كتشوفوا، عندنا كريم سولير والكريم اكليرتيسونت. هاد لي دو برودوي البنات راه كاينين في لا فارماسي وفي البارافارماسي، سو سون دي برودوي ميديكال ماشي اي برودوي عاديين. دونك هاد لي دو برودوي ديال لا مارك اكتي سوتيك، فوالا هادو هما لي دو برودوي لي بغات تسكرينيهم. غنهضر لكم على اول واحد لي بليصه فيها واش طاش ولا لي طاش ديال الحبوب ولا اي حاجه، وكيزول حتى الكلف بالنسبه للبنات ولا العيالات اللي فيهم الكلف في الوجه ديالهم، كيبيض لنا البشره ديالنا بدرجات، بالاخص هاد لي بارتي هادو لهنايا كيكون عندنا فيهم اللون غادي صفوريه، دونك يوحد لنا اللون ديال البشره بدرجات. فيه بزاف ديال الفيتامين، فيه الديرما وايت اللي معروفه في التبييض وفي اللي يعني كتزول لي طاش ولي طاش اللي كيكونوا في الوجه. فوالا هي هذه البنات اللي بغاو يسكرينيوها. ها هي غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا. فوالا البنات اللي بغات تسول عليهم ولا تاخذوا من لا فارماسي، اللي بغات تاخذ شي سكرين. دونك البنات بالنسبه للكريم اكليرتيسونت كنستعملوها دو فوا بار جور، يعني في الليل فاش كنغسل وجهنا، وفي الصباح كنستعملوها حتى في الصباح. ولكن الا استعملناها في الصباح ضروري خاصنا نستعملو معاها الكريم سولير ديالها اللي هي هذه، حتى هي غندور الكاميرا باش نوريها لكم الا بغيتو تسكرينيوها. ضروري كنستعملو معاها الكريم سولير ديالها باش نحافظو على الوجه ديالنا. هي في الليل كنديروها نورمال، في الصباح الا استعملنا استعملناها من المستحسن انا نستعملو معاها الكريم سولير ديالها، وضروري كنعاودو الكريم سولير دو فوا يعني كل ساعتين، يعني جوج المرات حتى لثلاثه في النهار، يعني كل ساعتين حسب انت شحال كتبقاي في الشمس، يعني كل ساعتين كنستعملوها باش هكا كنحافظو على لابو ديالنا. فوالا البنات هادشي اللي كاين. فريمون لا غام زوينه بزاف. بالنسبه لا مارك ديال اكتي سوتيك عندهم بزاف ديال لي برودوي، انا جربت هادو وخديت جوج اخرين حتى هما غادي نبارطاجيهم معكم، كاينين في لا فارماسي كيف ما قلت لكم. بالنسبه لهاد الكريم سولير صراحه كنصح بها بزاف ديال البنات، حيتاش فريمون كتحمي الوجه ديالنا وكتيدغاتيه وكتخليهش كيتقشر لينا من مورا الشمس. فوالا فوالا البنات هي هادي اللي بغات تاخد سكرين ليها الكريم سولير. درت نوريك اش كندير لوجهي باش صافي بلا ماكياج في داك لا فيديو. كنستعمل هاد لي دو برودوي هادو، كاينين في الفارماسي وفي البارا فارماسي، اجي نهضر لكم عليهم. بالنسبه لهاد لي دو برودوي البنات كاينين في لا فارماسي وبارا فارماسي ديال لا مارك اكتي سوتيك. غادي ندور لكم لا كاميرا باش تشوفوا كيفاش داير الا بغيتو تسكرينيهم. نبدا لكم باول واحد. اول واحد هو هاد لا كريم هادي اكليرسيسون ديال اكتي سوتيك، سميتها اكتي وايت، كتبيض الوجه، كتحيد لي طاش، كتوحد اللون ديال البشره. اللي كان عندي المشكل ديال هاد البلايصه دو صفرين ما بقاش، الوجه ديالي صفى 100%. البنات اللي في انستغرام راه شافوا الريزلت سون فيلتر، صورت ليهم تما. فوالا هي هادي سميتها، فيها بزاف ديال الفيتامين على باز ديال الديرما وايت اللي كتبيض البشره وكتزول لي طاش والاثار ديال الحبوب وكلشي، وحتى العيالات اللي فيهم الكلف راه كتنفع بزاف. غندور لكم الكاميرا باش تسكرينيوها. فوالا البنات هادي هي الكريم ديال التبييض اللي بغات تسكرينيها، راه كاينه في لا فارماسي والبارا فارماسي البنات. بالنسبه للكريم اكليرسيسونت كنستعملوها جوج المرات، كنستعملوها في الصباح وفي الليل. في الليل كنكونو غسلنا وجهنا، في الصباح الا درنا الا استعملناها في الصباح كنستعملو معاها الكريم سولير ديالها اللي هي هادي. كتكون هي راها انفيزيبل البنات، ما كتبقاش يعني ماشي داك الكريم سولير اللي كيبقاو يعني فوق البشره، يعني دغيا كتشربها البشره ديالنا، يعني فاش فوالا البنات كيف ما كتشوفوا يعني دغيا كيشربوها المسام انفيزيبل، ما كتبقاش في البشره وما كتبقاش يعني ما كتبين لنا وجهنا مزيت. فوالا ها نتوما كتشوفوا. المهم كنستعمل هادي هي الاولى ديال التبييض، كنستعمل موراها الكريم سولير باش نحافظوا على الوجه ديالنا من الشمس. البنات اللي غنقول لكم هو اي كريم سولير في العالم كتعاود كل ساعتين، كتعاود كل ساعتين باش نحافظوا على لابو ديالنا، وراها كتحمي الوجه ديالنا من الاشعه ديال الشمس بواحد الطريقه اللي هي زوينه. فوالا البنات هادشي اللي كاين. غندور الكاميرا باش تشوفوا هذا حتى هو اللي هو هذا الا بغيتو تسكرينيوها البنات. بالنسبه للثمن غادي نخلي لكم في انستغرام. وفوالا راهم كاينين في الفارماسي وبارا فارماسي دي برودوي ميديكال البنات، ماشي اي حاجه اللي غتلقاو في اي بلاصه. فريمون جربتهم وعجبتني النتيجه ديالهم اللي فريمون زوينه، وفي انستغرام صورت لكم سون فيلتر وحاجه اخرى.
فاش عجبوني خديت واحد لي دو برودوي اخرين انا دابا كنجرب فيهم حتى هما من البارا فارماسي. فاش غادي نشوف شي نتيجه من موراهم غادي نبارطاجي معكم حتى هما. دونك ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام كنبارطاجي معكم تما كلشي. فوالا البنات الكريم سولير هي هذه اللي بغات تاخذ شي سكرين. ايوا الروتين الليلي من بعد ما كنغسل وجهي البنات عندكم تنعسوا بالماكياج زغبكم الله المعكازات واخا اختي تكون في كلموش عندك تنعسوا بالماكياج. مهم كنغسل وجهي وكندير الاكتيوايت العشق والحب هذه راه ولات صحيه باش هاد اليوم ما كنتفرقش انا وياها. ايوا كنرطبوا الوجه و لي سيكاتريس البنات اقسم بالله شرح ما هاد الكريم هادي راه سحريه سحريه سحريه. يا اختي ها نتوما كتشوف اصلا راكم شفتو بلا فيلتر. ها هي اختي سير اشتريها ونقي لك الوجه. ها هي واعره وحق سيدي ربي لو واعره.